مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. وهذه القضيه الغريبه والمثيره في نفس الوقت معنا اليوم، ارمله مهاجر مغربي بالديار الاوروبيه بطبيعه الحال، والتي حسب القول ديالها استولى احد السماسرة على منزلها بطريقه غريبه الاطوار، واليوم اصبحت شبه متشرده هنا بمنطقة دشيرة الجهادية بعدما كانت تملك منزل قيمته المالية أكثر من 160 مليون إلى 200 مليون. هذه السومة ديال هذا المنزل بطبيعة الحال، وكانت يعني بطبيعة الحال حسب القول ديالها كانت تبيعه لهذا السيد، لكن عملية البيع لم تتم بعد اعتقال أحد الموثقين المعروفين بمدينة أكادير، وبقيت الملكية باسمها، لكنها تفاجأت بعد تسليمها بطبيعة الحال يعني المفاتيح المنزل لهذا السمسار بإدخال يعني مجموعة يعني من الكرايا المنزل كما كتقول، وكيستفدوا يعني من السومة الكرائية وكيستفدوا من المبالغ المتحصل عليها من الواجبات الكرائية دون أن تربطه أي صلة حسب القول ديالها بهذا المنزل. واليوم أصبحت محرومة من منزلها ووجدت نفسها ضحية ربما قضية غريبة الأطوار، فغادي نخليها أنها تحكي لنا القصة ديالها ونشوفوا بطبيعة الحال التفاصيل نحن وإياكم، وكنتمنى أنكم تبارتاجيو يعني هذا اللايف على أوسع نطاق من أجل إيصال صوتها للمسؤولين وإيصال صوتها لكل المغاربة، لأن اليوم أصبحت شبه متشردة كما قلت بطبيعة الحال. مرحبا للا. بسم الله، السلام عليكم. أنا ولدي انا واش وقع لي، انا تنبيع لهاد السيد بالطبع كنت كنبيع ليه في 1912 تقريبا 2012 ولا في 2012 كنبيع لهاد السيد، جا عندي شاف الدار وهذا على 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 نيتي انا باش نبيع ليه، فهمتيني؟ جابوا لي السمسار دخل الدار شافها، المهم تفاهمنا على الثمن، درنا نمشيو عند موثق حيت انا كانوا عندي في ذاك الوقت كتسوى 160 مليون، دابا ساويه 200 مليون 220 230 على حسب العقار. مشينا عند الموثق في اين زكان، انا عندي الشهاده الملكيه ديالي فيها حجوزات ديال اسميتو، انما الشهود ديال العقود ديال التنازلات كلهم بيدي كاينين عندي. كانوا فيها الرهانه، داك الشيء كلشي خاصو معامله ديال الموثق، فهمتيني؟ انا ملي مشينا عند الموثق الاول في انزكان شاف الشهاده الملكيه قال لي لا انا ما تنقبضش هذا الشيء، قالها لينا بجوج، قال لينا انا ما تنخدش هذا الشيء، تناخذ ملكيه فارغه وتنسلم ندوز البيع لهذا فقط وتناخذ رزقي، ما تنشدش انا المبالغ ديال الناس نتكلف بهم ديال الرهون وهذا. مشينا خرجنا من هذاك السيد، مشينا تنقلبوا على واحد اخر في اكادير، مشيت انا كايها الناس انا ما عرفاش، مشينا عند واحد السيد، مشيت انا بوحدي، مشيت دخلت عند السيد وريته الشهاده الملكيه، قال لي صافا لا انا تنقبض لك هذا الشيء. وموثق معروف، كان معروف، كانت عنده سمعه يا سلام، تيضرب به المثل الله ياخذ فيه الحق، ماشي غير انا دابا في المعتقل واخذ معاه شي سبعه الملاير واكثر من سميتو، عنده 46 شيكايه وازيد من ذلك، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم دخلت عند السيد البيرو، يا سلام الناس الزبناء كل شيء كيعودوا عليه الا الخير بالرانديفو، انا موثق ما مشيتش ولدي عند شي واحد عادي، فهمتيني؟ ولو لان اول مره انا تنتعامل مع هذا الموثق وهذا وهذا البيع هذا اول مره تنبيع الملك ديالي، انما انا مشيت عند موثق، انا ما مشيتش عند شي واحد نصاب ولا شي عند عادي شي كاتب عمومي ولا هذا. اشنو وقع ولدي؟ دخلنا عند السيد استقبلنا احسن استقبال، قلت له عندي الشاري بيت نبيعها كاينها كاين كاين، وريته الشهاده، قال لي ما كاين مشكله لا جيبيه من غدا، قلت له شنو؟ قال لي تجي حتى في 7 الصباح تلقاني موجود. تفاجأ لا اله الا الله وحمدت الله وشكون تهبط ولا هبط انا الى 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 تحت، تلفنت الاخر عيطت له قلت له راه جبرت هذا الموثق واحد الموثق لا يقبض لنا هاد المسائل هذه ان شاء الله راه غيتم البيع صافي. قال لي ماشي مش، قلت لي اش من وقت نتلاقى، وقال لي وقت ما بغيت، درت معاه 8:30 8:30 جاني حدا داري فن في لابيرغولا في افولكي، مشينا انا وياه واحد السيد اخر ثلاثه بينا، دخلنا عند الموثق لقيناه تيتسنانا السيد موجود احسن استقبال، دخلنا البيرو يا سلام والمسائل لا اله الا الله محمد رسول الله، انا فرحت
انا قلت يا سلام عندنا بحال هاد الناس هذا في البلاد ساعه هما خرجوا لينا على هاد البلاد صراحه الله. دخلنا ما تمش البيع، لا ما تمش البيع. في الاول حط السيد الفلوس وسميتو قلت لي عندي 26 مليون ونص ديال الرهانه في الدار، شي ب 6 شي 8 شي 10، المهم لا الصوم كلها تدير 26 مليون ونص. قال لي غادي يجيبها لي هذا، قال لي غتجيبها لي انت اسبيس. قلت لي علاش استاذ؟ فسر لي علاش يجيبها لك اسبيس؟ تبقى في البنكه وكل واحد ياخذ المسائل ديالو. قال لي لا كاجراءات دابا هذيك تتبقى اسبيس عندي هنا في البيرو باش اللي جاب التنازل وجاب السارة وخوا الدار يجي ياخذ الفلوس ديالو. قلت انا موثق اجراءات قانونيه، وملي تتهضر مع السيد ما تيخليكش باش تدير. لا شوفي راه موثق انا، شوف لا ما مساليش تربي، راه ما عنديش، راه الناس تيتهضروني والتليفونات. المهم ما عليناش. السيد حط لي عطاه بعدا 70 مليون عمرها ليه في الشيك، دار ليه للحامي، ما دارش 40 جات ولا دار شي حد اللي باع عليه الدار، تعامل معاه كانه هو مول الدار. انا بحالي لا غير مسخره معاهم، فهمتيني؟ رغم ذلك انا صابره تنشوف دوك لوجيستات. قلت موت خلينا حنا ماشي جينا عند شي واحد عادي. السيد قبض ذاك الشيك الاخر ديال 70 مليون عوض باش يديروا غرافوز في الملف، الغد ليه تصرفوا في البنك الشعبي. وهذا السيد راه غادي نجيبو غايقول كل شيء. هذا السيد اللي تنبيع عليه انا راه ما عندي معاه مشكل، انا المشكل ديالي معاه، ما غنذكر حتى شي واحد وما عندي معاهم حتى علاقه. انا هادوك انا حد الله بيني وبينهم وما فهم بي ما بغيتش يذكروا، ما بغيتش السميه ديالهم تذكر، لانه حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اللهم ان هذا منكر. هاد الناس هادو اللي سميتو الشيك خداه النوطير. انا قلت ليه امتى غادي ناخذ فلوسها واستدلها، شحال ديال الاجراءات غادي ياخذوا لي هذا الشيء ديال الملف ديالي هاد التنازلات. واش قال لي اعطينا مدام دوموا ميم با دوموا غتجي تاخذي الفلوس ديالك ما سميتو هذا، وما يمكنش قانونيا ما غنعطيك ريال حتى تقضي. قلت ليه حتى انا بغيتها، راني دافعه في الوقعه ديالي في الحي المحمد جوج بقع مشاو ليا هباء منثورا دابا، وحتى انا باغا فلوسي اسبيس محطوطين داك الشيك بغيتو ناخذو. قال لي صافي. السيد من بعد خرجنا، جا السيد الاخر الغد ليه ما تلاش جا معايا هاد السيد هذا اللي تنبيع ليها انا الدار اللي كنت كنبيع ليه، ما دابا راه مابقاش وقفنا البيع قبل ما يتشد وقف. جا عنده جاب ليه خمشه ديال 26 مليون ونص، جابها ليه اسبيس حطها ليه ما تلاش طرقني صفه نهائيه، ما شتوش والله على ما قوله شاهد، وهو راه غادي فهمتي ما عليناش. صافي بقينا على هاد الحال. مشيت انا الرهانات اليوم غادي تخرجوا راه بعت الدار هذا وصافي. الناس تفاجئوا، ماشي مشكل حنا بغينا غير فلوسنا، الرهين راه عرفتي كي داير، بلا نتسلم فليسات وغادي يمشي يرهن في بلاصه اخرى. ملي مشي ديت الناس درنا الاجتماع عند هذا الاستاذ هذا الشفار هذا، تنتفاجئ بلي الناس تيضحك عليهم. كاش قال لهم غادي تجيبوا السوارت والعقد ديال التنازل وتجي تاخذوا فلوسكم، خوي والدار وجيب السارت وتجي تاخذ فلوسك. يا استاذ لا يعقل، راه الناس الا ما عطيتيهم داك لاصوم ديالهم ديك البركه ديالهم باش يمشيو ثاني يرهنوا في بلاصه اخرى، ما يمكنش يخرجوا لي انا من الدار وما يمكنش انا نخرجهم. هذا هو القانون ما بينه وبين الله، ياخذوا فلوسهم باش الدار. باش نختصر لك اولدي حيت الهضره كثيره، هذه راه خاصها جلسات. انا بغيت هذا الشيء ان شاء الله يكون حلقات، انا بغيت الناس، انا بغيت حقي فقط، كنطالب بحقي. انا 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 وقفت البيع، انا في ذاك الوقت وقفت البيع، عيطت لخوه كينوب عليه خوه محامي كوف، راه واخا هو خبيث عنده خواتاتو خوتو في القوده وفي العون وفي الله يعمر لهم الدار، خوه محامي وقف لي البيع. قال لي شوفي ملي ما شديتي فلوسك وهذا الشيء وقفي البيع. مشى معايا درت واحد الاشهاد بانه الدار ديالي 160 مليون راه 100 مليون تخات عند خوه و 64 مليون اخرى بقات عند الاخر، المهم ما خديت داك الشيء باش وعدني ما بان لي حتى شي حاجه. من بعد ما تنمشي ونجي ما تنمشي ونجي سنين، فهمتيني؟ باش نختصر لك حيت الا جيت نوضحوا الوسائل غادي خصنا حلقات، هما ماشي ما غاديش نكتفي. دابا الدار ديالي انا جيت ماشي دو فوا، دابا تنجي للدار جيت واحد المره دابا 3 سنين دخلت لداري قال لي ادخلي لي انا ماشي مشكل، انا ما عندي معك حتى مشكل، حيت انا ما بقاش عندي مشكل مع النطير. انا وقفنا انا وياه عند الوكيل العام، اش تيقول الوكيل العام؟ قال الوكيل العام قبل ما يتشد بشي جوج سيماتين قال لي هاد السيده ترجع لدارها، الاخر انا راهي نرد له فلوسه، هذا غير نعطيه نسلمه فلوسه، والاخر انايا
والاخرى السيده تمشي ترجع للدار عارف وقفات ليا البيع، فهمتيني؟ هذا الشيء اللي وقع. عيطت للسيد قلت ليه كاينه كاين، قال لي مزيان هو صافي هو اللي عارف اش غادي يدير واخا من بعد غير تسنيني انت. انا من نهار سلمته السوارت وما عندوش الحق باش يكري الدار بصفه نهائيه، راه عرفتي انت الدار اللي فيها الحجوزات وفيها زميدو امتى تتكرر اولدي الدار؟ تبارك الله عقاري راه تتكرر الدار حتى تكون شهاده الملكيه في سميتك، ماشي تكون فيها 40 اجل في المثال، يكون فيها فلان بن فلان اللي تسلم الدار دابا. يعني خدا الدار وكيكريها؟ خدا الدار تيكريها عشوائي عند شي ناس هنايا مخلويضين اللي خرجوا علينا في هذا السوس، دعيناهم الله ماشي كلشي ما تنعممش. عندنا قضاة كف، عندنا الناس كف، عندنا الله يزيدهم في العمل ومزيد من العطاء ان شاء الله، انما بحال هاد الشفاره خصهم يتفضحوا في هاد البلاد. انا محرومه من الدار، انا محرومه من الكرا ومحرومه من الدار. انا الكرا خليته 9 سنين عرفتي علاش؟ باش ياخذ ديك 26 مليون ديال ونص حيت ما عنديش فين نجيبها، حتى يقولها ليا. انا فلوسي حتى انا ضايع، حنا ضاعيه بجوج الله يدعيه الله. قلت له شوف انا خليتك باش تاخذ رزقك حيت ما عنديش، انا ما بغيتش باقي نراهم الدار وداك التخربيق نعاود نعطيك 26 وما غاديش ناخذ كريدي. خدا فلوسو وباقي مستغلها وما بغاش يخرج ليا منها ياك، وازيد من هذا داير جوج حجوزات البورتمات ديال 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 داك الشفار اللي هو النصاب ديال الموثيق اللي دابا تيضرب الحبس، واكل الناس شي 7 ملاير وشي حاجه، راه معروف اكادير. انا ما نسميه، انا سميته ما تخرج ما بغيتوش نسميه بصفه نهائيه. تسنت نيغاك تكمل غسمازيغ تشكو الحمد لله المغاربه فهمت. تسلات السيد يكشم غير استقمي استغلات يقمين نهضروا بالعربيه لا اله الا الله محمد رسول الله. داخل ليا داري دابا مستغلها ياك، استغل ليا داري ما عندوش الحق باش يستغل ليا الكرا وتيقبض الكرا وهذا. ودخلت انا لداري باش نسكن فيها لقيت فجاه لقيتها عطاني عامره بالناس، قلتها لي قلت لي خوي ديك الدار، ديك الدار خويها حيد عليا الناس وسير الله يعاوننا ويعاونك، راه انت بينك وبين الفقير. لا ما تكريش السميه لا لا سير راكي حتكرت سميت سير قلت ليه بينك وبين النوطير فهمتيني. السيد ما بغاش باقي مستغل ليا الدار دابا وداير لي عصابه اجراميه تما في الفوق، سدين ليا الصحان، سدين ليا الديور ديالي، سدين معمر تما بالناس وكنت غادي نتختل تما. انا دابا انا متشرده وخايفه على راسي، انا هاد ولدي احنا راه في خطر، راه داير عصابه اجراميه هاد السيد، راه حاطط تما الناس راه تيقتلوا فهمتيني. الكرايه في الدار، انا على برا، انا تنطلب المسؤولين ديال هاد البلاد الله ينصر سيدنا، بغيت هاد المشكل ديالي يكون راي عام، لانه حنا في بلاد الحق والقانون الله ينصر سيدنا. انا ماشي في بلاد الغابه، انا حتى الغابه عندها اسس ديالها وعندها عندي الملكيه ديالي ومحرومه من داري. انا دابا اش غادي ندير؟ انا خصني دابا ندير قيطو نحطو حدا داري نسكن تما، حوايجي راه سدين عليهم دابا، دايرين عليا القفوله من البارح. جيت انايا ندخل لداري لقيتها مسدوده ثاني القفوله مبدلين، والنفاق والهضره والكذوب سي با لوجيك. انا هذا الشيء ما عمرني عشتو وتنعيشو في بلادي السعيده لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطلب منهم يشوفوا لي انا راه صافي لا اله الا الله، تقهرت في هذه البلاد. انا ما عرفتش فين نمشي، تايجي شي من ورايا تايمشي المحامي تيعطي القضاه تيعطيهم الناس ديال المقاطعه تياخذوا. هذا هو المشكل، عندي دليل.